عملية الفحيص الإرهابية ومن بعدها مداهمات السلط جمعت الأردنيين والعرب على منصات التواصل منددين بالإرهاب وأيضا مثنين على جهود قوات الأمن، فغرد بعضهم ونشر بعضهم الصور والمقاطع، فيما لجأ آخرون إلى الرسومات أو إلى الشعر في بعض الأحيان للتعبير عن مشاعرهم. للحديث أكثر عن ردات الفعل حول عملية السلط على مواقع التواصل والحس الوطني الطاغي فيها، ينضم إلينا من عمان رسام الكاريكاتير الأردني ناصر الجعفري. يعني ناصر، أنت مثال حي لما نذكر، رسمت رسمة لمست فيها الشعور الوطني وتداولها الناس بشكل واسع جدا، فأبغى أعرف منك شعور الرسام في هذه اللحظة، رسوم الشاعر، رسوم أو حتى شعور الفن عندما يصل برسالته، أنت في هذه اللحظة ترسم كمتلقي ولا ترسم لإيصالها للناس؟ يعني حقيقة هو أنا مواطن أشعر ما يشعر به أهلي ومحيطي من آلام، من حادث إرهابي بشع، من سقوط ضحايا، أحاول أن أترجم مشاعري الشخصية بعفوية وبمعزل عن أي تأثير سوى تأثير الحدث علي، أو بمعزل عن أي ضغط مما أقرأ وأشاهد باستثناء الحدث نفسه ذات نفسه، وحاول ترجمته بما يملي علي إحساسي، بما تملي علي مشاعري الوطنية ومشاعري الإنسانية ضمن أدواتي كرسام كاريكاتير. نعم، طيب كون أيضا أنت ناشط على مواقع التواصل، كيف قرأت هذا التفاعل ليس فقط في الأردن وإنما عربيا زي ما كنا نتكلم مع عم عدنان؟ هل بتنا أقرب إلى ما يحدث في أوطاننا العربية بشكل أوسع من وراء مواقع التواصل؟ لا شك أننا نتشارك جميع الهموم، وبطبيعة الحال ما نعاني به، ما مرينا به في الأردن وعانينا منه خلال الأيام الماضية من إرهاب تعانيه العديد من الدول العربية، إذا لم نقل المجتمع الإنساني بشكل كامل، لكن نحن بالأخص كعرب اليوم عندنا أدوات للتواصل الإنساني الشعبي ما بيننا كناس. لما يتلقى الكاريكاتير قارئ من المغرب أو من السعودية أو من الكويت أو من دبي، ذلك يعني أن الرسام استطاع إيصال إحساسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركيه بنفس الإحساس في هذه الدول. خدمتنا كثيرا في هذا الجانب بأن نتشارك أفكارنا وأن نتشارك آلامنا وأفراحنا وكل مناسباتنا وحالتنا الاجتماعية كلها بشكل عام. طيب ناصر، يعني التفاعل مع هذه الحادثة تحديدا، هل بوجهة نظرك أن الصور المدعمة بالتغريدات أو الفيديوهات هي من قام بإيصالها بشكل واضح وبشكل أكبر، يعني زادت عليها شوية روح أو نفس حس وطني؟ لا شك أن الرسومات دائما سريعة الانتشار وقدرة نفاذها وصولها للناس، خصوصا لما يكون ما فيها كتابة تعليق، تصل إلى شريحة أكبر وفئات عمرية مختلفة، وإذا كانت مرسومة بأدوات فنية يملكها الرسام بشكل جيد تستطيع أن تصل إنسانيا وعالميا. اليوم أنت تستطيع إيصال هذه الرسائل البصرية أسرع من الرسائل المكتوبة، والرسائل المختصرة المشاهدة سواء كانت بالمالتي ميديا أو بالصور وبالدرجة أعلى بالرسومات هي الأقرب إلى الناس وأسرع وصول إلى إحساسهم وأسرع لتداولهم. طيب أنا يعني حابة أسألك ما خلف هذه التفاصيل، يعني أنت ذكرت أستاذ ناصر أنك رسمتها وقت حدوث هذه الحادثة، ولكن تفاصيل اللي كان ناصر كرسام يمر فيها، متى رسمتها وبأي حس رسمتها وكيف على طول نشرتها؟ يعني أعطينا القصة. فور السماع للخبر وأن هناك سقوط لشهداء وضحايا من المدنيين ومن حماة الوطن، انتابني إحساس بأن هذا العسكري الذي يختم أوطانه في أوطاننا العربية كيف يخذل بهذه الطريقة وبأي قسوة يتعامل الإرهاب والتطرف مع هؤلاء الناس. كان التعبير اللي وصل إلى ذهني مباشرة مهام الإنسانية والمهام الوطنية التي يقوم بها الجنود في الوطن العربي بشكل عام وكيف يخذل بالطعن من الخلف. ربما هذا الإحساس أتى بشكل عفوي على شكل صورة في مخيلتي حاولت أن أعكسها، وبلحظتها لم أكن أشعر أن هذا الإحساس سيصل إلى قطاع كبير من القراء العرب، كنت أعتقد أن الفكرة هي فقط تعبير ذاتي، لكن الحمد لله هو النجاح أن توصل فكرة تشعر أن الآخرين شاركوك بها. صحيح. كان معنا من عمان رسام الكاريكاتير الأردني ناصر الجعفري، شكرا لك.
التفاعل مع عملية السلطة الأمنية في الأردن على مواقع التواصل تنوع بين تداول للأخبار الرسمية أو تداول معلومات غير مؤكدة أو مشاركة صورة ومقاطع أو كتابة منشورات تعبر عن آراء أصحابها. من وحي ردات الفعل هذه نحن أحببنا أن نعرف منكم مشاهدين آراءكم أنتم، وسألناكم عبر تويتر ما أبرز ما يدفعكم نحو مواقع التواصل خلال وقوع مثل هكذا أحداث. النتائج جاءت كالتالي: الغالبية ب 89% أجابوا متابعة الأخبار هو ما يدفعهم، أما 7% يلجؤون لمواقع التواصل للتعبير عن آرائهم في الأحداث، و 4% فقط يولون الأهمية الأكبر لمشاركة الصور والمقاطع. دائما لمعرفة تصويت الحلقة وكل ما له علاقة بمواضيع تفاعلكم ندعوكم لمتابعة حساب البرنامج على تويتر الظاهر الآن على الشاشة.